هنعمل مع بعض النهارده شكشوكه. ايه هي المقادير؟ عندي الزبده، عندي البيض، عندنا كمان الفلفل الاخضر، البصل، الطماطم، بقدونس والصلصه. تعالوا نشوف ايه هي اول حاجه هنعملها. هجيب الطاسه بتاعتي، هحط نقطه بسيطه قوي من الزيت مع الزبده. وصفات البيض بتبقى حلوة قوي قوي لما ننوع فيها، نشكل فيها، علشان هو حاجة أساسية في رمضان، ففكرنا ان احنا نعمل لكم منه الحلقات بطرق مختلفة ومعاها كمان مقادير جديدة ولذيذة. هنعمل الشكشوكة مع بعض اهو كده، يعني الشكشوكة اللي هي التركي بيسموها دايما الشكشوكة التركي. يلا بصوا بقى، نجيب كده مقاديرنا نقربها معاكم. هحط البصل كده مع معلقتين من الصلصة. بس بصوا الأول ايه، بديله تشويحة بسيطة جدا، بحط معلقتين من الصلصة كده، بنزل الطماطم معاهم، كده، وإيه الفلفل، والبقدونس، وبعدين بنقلب تقليبة حلوة، كده. شايفين؟ هحط سنة بسيطة قوي 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 من المية عشان أسبك بس الايه الطماطم بتاعتي اهو كده. بصوا بقى الجمال، وبسيبها تتسبك خالص، بضيف ليها معلقه كده، طرف معلقه من الفلفل، طرف معلقه من الملح عشان ما تمررش معايا، وبعد كده اظبط بقى ايه الملح والفلفل بتاعي براحتي واحنا ايه بناكلها اهو. شوفوا بقى الجمال كده، واول ما احس ان هي بدات تنشف او تتسبك شويه بقوم ضايفه ليها البيض بتاعي اهو كده زي ما احنا شايفين. بصوا ازاي كده، مش عيون بس برضو بسيب ياخد اهو كده. يلا قبل ما اطلع الفاصل هقول لكم عملنا ايه مع بعض. اول حاجه جبنا الخضروات بتاعتنا الحلوه قوي قوي، فلفل، طماطم، بصل، والبقدونس، وحطيت الاول الزبده مع نقطه زيت، وحطيت البصل يتحمر شويه، بعد كده الصلصه، معلقتين من الصلصه، وحطيت معاهم الخضروات، بعد كده اهو بصوا بقى الجمال، بعد كده حطيت الخضروات كلها مع بعض مع الصلصة، وشوية صغيرة جدا جدا، شوية قد كده من المية علشان بس أمشيها وتتسبك حلو معايا، وبعد كده حطينا مع بعض ملح وفلفل وإيه والبيض، وزي ما انتم شايفين ضربته خفيف قوي كده علشان يخش في الخضروات كلها ويستوي مع بعض. هغطيها، تعالوا نشوف مع بعض الشكشوكة بتاعتنا وجمالها. بصوا بقى استوت وبقت قد ايه جميله جدا جدا. تعالوا بقى ناخدها. احلى حاجه للشكشوكه ان انا اقدمها بالطاسه بتاعتها، فدايما نقوا طاسه حلوه بتاعتكم ان انتوا تحبوا تقدموا فيها. اوكي اهو كده.